سلمى، مع اجتياح فيروس كورونا العالم والمخاوف المستمرة المتعلقة بالصحة العامة جعلت الكثير من الأشخاص يعانون من الوسواس القهري، أي قلق شديد يترافق مع اضطرابات سلوكية. كيف ممكن نتعامل مع هي الحالة؟ هيدا الشيء رح نتعرف عليه مع ضيفتنا سلام قاسم، أخصائية نفسية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا رب، وصباح المحبة والصحة والسلامة لكل إنسان على وجه الأرض. يسعد صباحك أستاذة. يعني قبل ما نبدأ موضوعنا مع حضرتك، خلينا نروح أستاذة سلام معك ومع المشاهدين لنتعرف بمادة تعريفية عن الوسواس القهري ونبدأ بالمعلومات. الوسواس القهري هو نوع من الاضطرابات المرتبطة بالقلق، تتميز بأفكار ومخاوف غير منطقية تؤدي إلى تصرفات قهرية. بعض المصابين باضطراب الوسواس القهري لكي يشعروا بأنهم آمنون يقومون مثلاً بغسل أيديهم بشكل قهري، إلى درجة أنهم يسببون جروح والندوب الجلدية لأنفسهم. أعراض الوسواس القهري: خوف من العدوى نتيجة لمصافحة الآخرين أو ملامسة أغراض تم لمسها من قبل الآخرين، شكوك حول قفل الباب أو إطفاء الفرن، أفكار حول التسبب بأذى لآخرين في حادثة ما، ضائقة شديدة في الحالات التي تكون فيها الأغراض غير مرتبة كما يجب أو أنها لا تتجه في الاتجاه الصحيح، رغبة في الصراخ الشديد في حالات غير مناسبة، الامتناع عن الأوضاع التي يمكن أن تثير الوسواس كالمصافحة مثلاً، التهابات في الجلد من جراء غسل الأيدي وبوتيرة عالية، ندوب جلدية نتيجة المعالجة المفرطة، وتساقط الشعر أو الصلع الموضعي نتيجة لتلف الشعر. تابعنا سلمى مع بعض مادة عن الوسواس القهري. خلينا نعرف شوي علميا معنى الوسواس القهري للمشاهدين. هلا الوسواس القهري هو عبارة عن اضطراب نفسي بيشعر فيه الفرد بأنه فكرة معينة مسيطرة عليه، وهي الفكرة ما عم يحسن يتخلص منها. هالفكرة هي بتأدي أنه يقوم بأفعال. هالأفعال هي بتكون نوعين، إما بتكون فعلية أو فكرية. فعلية يعني بتكون مثل الترتيب الزائد، الاهتمام بالأشياء اللي موجودة بالبيت، كل غرض بده يكون بمكانه، أو أنه النظافة الزائدة لدرجة أنه توصل لوسواس قهري، فكرة تسيطر على الإنسان ولا يستطيع التخلص منها. أما الفكرية فهي بتكون عبارة عن أفكار، يعني شك معين مثلا، بجوز يشك الإنسان أنه سكرت الباب ولا ما سكرت الباب، طفيت الغاز ولا ما طفيت الغاز، سخانة الكهرباء موجودة، موبايلي عم بيرن ولا ما عم بيرن، فبصير عنده نوع من الأفكار يلي ممكن تسيطر عليه، نوع من الشك. وقد تكون أحيانا تخيلية، يعني هو بيقعد بيتخيل مثلا أنه أنا عم سوق سيارة، ممكن أني أصدم شخص معين، ممكن يطلع حدا بطريقي، بحط أفكار معينة موجودة مسبقا عنده، وهي الأفكار بتتكرر، بتصير متكررة وبشكل يومي وبتاخد حيز من الوقت كتير كبير، وبالإضافة لهيك بتشغله عن حياته اليومية العادية، بتباعد بينه وبين الناس يلي بيعرفهم، بين أهله يلي بالبيت معه بالشغل بحياته العملية، بصير في شرخ في بعد بيناتهم. فهذا هو الوسواس القهري، عبارة عن فكرة تسلطية غير قادر الشخص على التخلص منها، وبالتالي هو يعي ويشعر بتلك الفكرة ولكنها تسيطر عليه في الغالب. أكيد أستاذ السلام، خلينا نحكي شوي اليوم يعني بظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكيد التعليمات والإجراءات اللي الكل عم يعطينا إياها ويشدد عليها، اللي هي النظافة الزايدة والنظافة بالذات الخاصة بالمنزل. يعني خلينا نحكي اليوم كيف فينا نميز ونفرق بين الحرص الزايد، النظافة الواجبة لازم تكون موجودة الشخصية والمنزلية، وبين الوسواس بالنظافة اللي هو ممكن يؤدي مثل ما شفنا بالمادة اللي طلعت لأمراض حقيقة. هلأ رح أوضح لك شيء بالمجمل، يعني الفرق ما بين الشخصية الوسواسية والوسواس القهري. الشخصية الوسواسية هو الفرد أنه بيهتم بالنظافة، بيهتم بالترتيب بشكل مبالغ فيه إلى حد ما،
هو بيعرف الشيء اللي عم يعملوه، هالشيء هذا ما بيزعجه ولا بيضايقه، يعني هو شيء من مكنونته الداخليه، من شخصيته، يعني هو متفاعل مع هالشيء ومتصارح مع ذاته، ولكن هو بيسبب ازعاج للاخرين، لانه بيكون هالاهتمام الزائد ممكن الاخرين اللي حواليه ما يعجبهم. يعني لما تشيلي مثلا هالقطعه من مكانها تحطيها بمكان ثاني، صاحب اللي عنده الشخصيه الوسواسيه بيتضايق، بيعمل له نفره زي، بيعمل له انزعاج، فبيتضايقوا الاشخاص المحيطين فيه. وبالتالي هو بيكون عبارة عن شخص كمان حتى ما بيحب إنه يصرف، ما بيحب يدفع أموال، يعني فهذا كمان بيعمل له بالنسبة للآخرين انزعاج منه، أما هو بيكون مرتاح وشخصيته طبيعية، فهذا ممكن يمارس النظافة والأمور بشكل إنه تنعكس عليه بشكل عادي. أما الوسواس القهري فبيكون الشخص هون مختلف تماما، هو بيعرف شو عم يعمل والفكرة مسيطرة عليه، وهو بيحاول أنه يتخلص من هاي الفكرة، فبيتخلص فيها عن طريق سلوك بيقوم فيه بهذا السلوك، النظافة الزائدة بتتكرر لمرات متلاحقة، فهو ممكن يأذي نفسه لأنه ممكن يكون خجول، خجله هذا بيمنعه يعترف للآخرين بالشيء اللي عم بيعاني منه، بيمنعه يتصارح مع ذاته أنه عنده مشكلة مرضية وأنه لازم يروح لعند طبيب. فشو بيؤدي فيه لهذا اللي عنده وسواس قهري؟ بيؤدي فيه لحالات معينة من الاضطرابات، ممكن تؤدي مثلا إلى القلق، الاكتئاب، بيكون عندهم الاكتئاب كتير شديد بنسبة قد تصل عند البعاني من الوسواس القهري إلى 76% من الاكتئاب بيكون موجود عنده، وبالتالي لما بتكون الحالة كتير شديدة ممكن يكون يصل إلى الانتحار، ممكن يصير مدمن كحول، فهو ممكن أنه يأذي حاله، مثلا بصير عنده التهابات جلدية نتيجة النظافة الزائدة، فهالالتهابات الجلدية بتصير بؤرة لدخول الجراثيم. فهون هذا هو الفرق ما بين الشخصية الوسواسية والوسواس القهري يلي عم يتبع عنا حاليا بالوقت الحالي. هلا نحن كلياتنا مع تطبيق القرارات الاحترازية يلي ظهرت من الحكومة واستنادة لمنظمة الصحة العالمية، النظافة نحن كلياتنا معه، والنظافة هي نصف الإيمان، بس كل شيء بحدود معين، لما بصير مبالغ فيه بصير ضرر لإلي مو غلط. نحن دائما بننظف بيوتنا مثل ما كنا هلا عم نحكي تحت الهواء، النظافة شيء طبيعية لازم تكون، بس نحن ممكن أنه القرارات نطبقها بشكل يضمن صحتنا أكثر، بس مو أنه مبالغ. يعني أنا ما في داعي دائما ماسكة هالكلور وهالفلاش ومواد هالتنظيف ومبلشة، هون عم بصير تخريش، وهذا الشيء أكيد بيصادقني عليه إذا كانوا عم يسمعوني أطباء الصدرية يعني بالوقت الحالي. فهالمبالغة أنت أزيتي نفسك، لا أنا ممكن نظف المي والصابون هن أكثر شيء معقمين يعني، وبيعقموا بشكل كتير منيح، نظفي إيديكي بس فوتي على البيت، غراضك عرضيهم هويهم، ممكن تغسليهم، يعني ما أنا قضية أنه تعملنا وسواس قهري نحنا بغنى عنه نتيجة حالة معينة نحن أو ظرف استثنائي هلأ عم يمر فيه العالم كلياته، ما فيني أقول البلد بس، العالم كلياته عم بيمر فيه، فهذا ظرف استثنائي. يعني خلينا نحكي لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا، الحرص مطلوب لأنه في كثير من الناس ممكن تكون مستهترة، يعني في كثير منا مضطر يروح على شغله يحتك مع الآخرين، ما بيقدر يقعد بالبيت، فهون رح يكون في بعض الخطوات للحرص الشديد فينا نقول، خصوصا اللي عنده أطفال أو عائلة. خلينا نحكي كيف فيني أنا أتجنب خطوات تطور هاي الحالة من حرص شديد للوسواس القهري، يعني هون إمتى أنا بقول لا بدي أناقص الخطر، لا بدي أوقف عند هاي الخطوة؟ هلا اول شغله نحن دائما لازم نمسك العصا من المنتصف، يعني الاستهتار شيء مرفوض تماما، لانه هذا بينعكس مو بس على صحه الشخص يلي استهتر، وانما ينعكس على كل من حواليه. فنحن لازم نمسك العصا من المنتصف ونكون معتدلين بامور النظافه الى حد ما، طبعا لازم نطبق مثل ما قلت القرارات الاحترازيه اللي هي لمصلحه المواطن اولا واخيرا، ولكن بالمقابل لحتى نمشي بخطوات تكون ايجابيه وتكون مفيده لكل اللي عم يسمعونا هلا، اول شيء بالنسبه للشخص يلي معه او بيشعر انه عنده شيء من الوسواس القهري صار نتيجه الظرف الاستثنائي اللي نحن عم نمر فيه، اول شيء هو لازم يتصارح مع نفسه، لازم يعمل حوار ذاتي بينه وبين نفسه، يعترف انه انا هلأ بالوقت الحالي عندي مشكلة، صارت الظاهرة كتير عندي، عم نظف زيادة عن اللزوم، الغسيل زيادة عن اللزوم. بالمقابل لازم يحكي بمخاوفه وشكوكه من الشيء اللي عم يعمله لشخص مقرب لإله كتير. وبالمقابل الناس يلي حواليه محيطين فيه لازم يكون عندهم صبر بالتعامل مع هذا الشخص، يعني انه لازم ما ينفرزوا عليه او ياخذوا مخاوفه او وساوسه ياخذوها بعين الاستهزاء او انه اللامبالاه او السخريه، فهذا كمان بيعطي رد فعل عكسي. بالمقابل نحن كمان لازم ننصحه لما بيزيد عنده الحاله وبحس انه ما حسن يتغلب على الوضع اللي هو فيه، طبعا يلجأ لطبيب نفسي.
عند الطبيب النفسي طبعا بيلاقي الحل المناسب، بيخضع، ممكن يحتاج لعلاج دوائي مضادات اكتئاب، وممكن وبيرافقه طبعا علاج نفسي هو العلاج السلوكي المعرفي يلي ببلش فيه نحن، انه اول شيء منعرضه للمثير يلي عم بيسبب له الوسواس القهري، ومنبلش شو هن المثيرات يلي ممكن تأثر عليه. منبلش بأخف شيء، ممكن ناخد درجات من 0 إلى 100 مثل سلم مثلا، نبدأ من الأقل، فنحن منبلش معه بأقل شيء، ممكن لما منلاقيه تحسن بالمرحلة الأولى منتجاوز للعتبة الثانية، وهكذا إلى حتى نخفف عنده الوسواس القهري قدر الإمكان. أما بشكل عام يعني نحن منقول أنه النظافة مثل ما بنعرف أنه النظافة هي نصف الصحة، ولكن هذا لا يعني المبالغة، لأنه نحن لما منبالغ وحسب دراسات أمريكية طبعا هذا رح يؤدي لشيء نحن بغنى عنه وهو ضعف المناعة. فلما بيضعف الجهاز المناعي عنا فنحن هون بندخل بمشكلة، فبنكون باتجاه عكسي عن الشيء اللي نحن عم نتمناه أو نرجوه. فحتى في دراسة بأمريكا بتقول إنه هي بولاية جورجيا، بتقول إنه زيادة الاهتمام بالنظافة ممكن إنه يؤدي إلى الاكتئاب. فنحن ما بدنا ندخل باضطرابات نفسية، ما بدنا ندخل بمشاكل نحن بغنى عنها، بدنا نحافظ على جهازنا المناعي قدر الإمكان لنحسن في حال أنه تم التعرض للفيروس، فيروس كورونا، أنه يكون عندنا المضادات القوية اللي تمنعه أنه يأثر علينا كتير، ونتجاوز المشكلة بشكل عادي وبسيط مثل أي شيء ممكن نتجاوزه أكيد بحياتنا. فهي القوة والحصن المنيع هو بيكون من داخل الإنسان، مو بالوسوسة والوسواس القهري. أكيد. بما أنه حكينا عن داخل الإنسان، يعني الصحة النفسية تعتبر من أهم المقومات للشفاء من أي مرض، يعني أخطر الأمراض وأغربها حقيقة، واللي الناس لكتير أوقات لهلأ مثل السرطان ما بتعرف شو مسببه، كانت تقول أنه الصحة النفسية للإنسان هي الداعم الأساسي له لحتى يتغلب على المرض. بظل هذا الوقت اللي عم نعيش فيه اليوم، قديش مهم كمان نعمل على تقوية المناعة النفسية عنا؟ يعني الوسواس القهري هو لحاله ممكن يجي مرض الشخص من كتر الخوف أو الهلع اللي ممكن يصيبه من أنه يلمس أي شيء أو يقرب على أي شيء، النظافة المتكررة بشكل غير مبرر. خلينا نحكي عن الدور النفسي بهذا الموضوع. تماما. هلأ الصحة النفسية هي كتير مهمة نحن لمقاومة أي مرض ممكن، أو ممكن تكون هي بتقوي الجهاز المناعي لحتى ما يدخل أي مرض لجسمنا. يعني الصحة النفسية هي في ترابط كتير كبير ما بينها وما بين الصحة الجسدية، حتى يعني في تناغم كتير ما بين الجسد والعقل، فالعلاقة بيناتهم هي علاقة تناغم. فلما بيضعف العقل بيضعف الجسد. هاي العلاقة لازم نحن نشتغل على تقويتها، لأنه الدماغ دائما بيعطي أوامر لما بيحس بضعف عندك أنت، فبيعطي أوامر للاستجابة للمرض. فنحن هون لازم نحافظ على صحتنا النفسية تماما، مثل ما هلأ عم نتبع قواعد النظافة وعم نتبع القواعد البعد بالاحتكاك مع الآخرين ومسافة أمان بينك وبين الشخص الآخر. فبالمقابل لازم نحافظ على صحتنا النفسية بشكل جيد وإيجابي. كيف بتكون؟ بتكون أنه دائما تكون عندك الطاقة الإيجابية هي الكتير عالية. كيف بتكون الطاقة الإيجابية عالية؟ دائما بتكون أنه نحن ما نقول الألفاظ السيئة يلي ممكن نحن تأذينا، وما نقولها بالمقابل للآخرين. دائما ما نقول أنه هل أنت ليش مريض، ليش نحفان، ليش صاير عليك هيك. فهذا الحال وأنت مجرد تقولي لشخص هالعبارات هي دائما بتحطي عنده وهم المرض، فهو دائما بينظر لنفسه بعدين بيراقب حاله قدام المرايه شو بيلاقي بالفعل انه انا مصاب بشيء معين، فبيكون ما انه مصاب فيه بالاساس، ولكن الضعف النفسيه اللي عنده ادت الى دخول المرض، وبالفعل بيتمكن منه المرض وممكن يسيطر عليه. مشان هيك دائما خلونا ايجابيين، خلونا متفائلين، الامل كثير مهم. دائما لما بدنا نبحث نحن بين المتشائم والمتفائل، دائما لما بتحطي الكاسه اللي الكل بيعرفها الاختبار نصف الكاس، المتشائم بيقول لك النصف فارغ، اما المتفائل بيقول لك لا النصف مليان. نحن لازم ننظر لهذا النصف الملآن من الحياة. دائما الحياة حلوة، لازم نحن دائما نعيش اليوم، نعيش اللحظة يلي نحن موجودين فيها، ما نفكر كتير لورا لأنه الشيء الماضي راح وانتهى. فخلينا نفكر هلأ ونفكر لقدام، نفكر نتغلب على هالفيروس يلي موجود، نفكر
انه دائما نعيش حياتنا بشكل طبيعي ونحن عم نطبق القرارات والقوانين يلي ممكن تحمينا نحن وتحمي اللي حوالينا، لانه هي القضيه ما انا قضيه فرد، هي قضيه مجتمع، والقضيه هي بتكون ما انا يعني هي انا بعتبر دائما وقلتها باكثر من محطه تلفزيونيه طلعت عليها انه فيروس كورونا بقدر ما فرقنا جمعنا. دائما اتفقنا كلياتنا هلا على شيء معين، اتفقنا انه الانسانيه هي رقم واحد، تجاوزنا كثير من الصعوبات، اتفقنا انه نهتم على بصحتنا، نهتم بالناس اللي حوالينا، ما نكون انانيين، ننظر للحياه بنظره المحبه، بنظره التفاؤل، لانه دائما يعني بنقول انه لما دائما بقول كن يا صديقي جديدا، لان دائما عندما يكون هناك شيء جديد في الحياه فمعنى هذا ان الحياه مستمره. اكيد استاذه سلام، بس يمكن في كثير من الناس عم يتابعونا خصوصا مع هي الظروف اللي عم نعيشها وست سنين حرب، بيقولوا انه هذا كلام يمكن عمومي ما كثير الناس، لانه المحيط اجمالا سلبي، يعني اغلب الناس اللي بتشوفيهم حواليك يعني يعانوا من مشاكل اقتصاديه، يعني يعانوا من مشاكل اجتماعيه، قديش فينا فعلا اليوم تخلي هي الافكار السلبيه شوي تخرج من حياتنا؟ عنصر التفاؤل قديش بيضيف على حياتنا لمسه استثنائيه من خلال محيط العيله؟ يعني هي الظروف اللي عم نعيشها خلتنا يمكن نقعد مع البيت بالبيت اكثر، مع لمه العيله اكثر، مع الاهل اكثر. خلينا نعطي بعض النصائح للمشاهدين كيف نخلي يمكن هي الافكار الايجابيه تكون موجوده فعلا بحياتنا. هلا التفاؤل هو اول شيء هو من الايمان، فنحن بقدر ايماننا برب العالمين بقدر ما نكون متفائلين في الحياه. لما نحن هلأ عم نعاني هو مانو بالأمر السهل، مشان ما يفكر المشاهد أنه عم نحكي شيء، نحن لا، نحن عم نعاني نفس المشكلة، وأنا هون شخصيا نفس الشيء، يعني كلياتنا نفس الشيء ببيوتنا بحياتنا أكيد. بتعاملنا مع الآخرين، يعني منحط الكمامة، منلبس الكفوف، منعقم إيدينا بشكل مستمر، ما منصافح حدا دائما، يعني منوصل على البيت منعرف كيف نحمي نفسنا ونحمي اللي حوالينا بالبيت أول ما مندخل، ما منطلع من البيت إلا للضرورة دائما. وخليك بالبيت هي كتير قاعدة مهمة وهي الأساس والوقاية للتغلب على فيروس كورونا. بس بالمقابل أنا بقول للناس اللي عم يشاهدونا هلأ أنه صحيح الوضع الاقتصادي كتير سيء، بس ما في شيء بيستمر، هي مرحلة معينة ونحن رح نتجاوزها. خلونا نتعاون مع بعض كلياتنا، خلونا نكون إيد واحدة. المشكلة عامة والإنسانية هي قبل كل شيء، مهما كانت أفكارك، مهما كانت معتقداتك، ففي شيء بيجمعنا، هو بيجمعنا حب البقاء، بيجمعنا حب الحياة، بيجمعنا الاستمرارية، بيجمعنا أنه نناضل كلياتنا لحتى نكون إيد واحدة، لحتى نتغلب على هالفيروس يلي عم يجتاح البشرية كلياتنا. وخلونا كلياتنا مع بعض نحن كسوريين نثبت للعالم أجمع أنه نحن حسنا نتغلب على هالفيروس بالتزامنا، بمحبتنا، بقواعدنا، بأفكارنا النيرة يلي ممكن نتغلب فيها على أي شيء ممكن كان مر خلال سنوات ماضية. خلونا نطوي صفحة ونبلش صفحة جديدة، هيك الحياة بتكون أحلى وبتكون أجمل. ولما بنكون نحن إيجابيين، بنكون متفائلين، بيكون اللي معك بالبيت نفس الشيء. خلونا نخفف التوترات يلي عم بتكون بالبيت وعم تؤدي لعلاقات زوجية منهارة أو تفكك أسري بالوقت الحالي. يعني أنا حبيت أطرح هالموضوع لأنه انطرح، يعني طلب مني أني أطرح هالموضوع على الفضائية، كونه حطيت على صفحة الفيس أنه أنا اليوم عندكم على القناة، وطبعا كتير أنا بتشكركم. فحبيت أحكي أنه كمان في كتير عم بيصير مشاكل زوجية نتيجة أنه عم يقعدوا مع بعض، الرجل ما عم يتحمل أنه قاعد بالبيت، المرأة هي بشكل عادي وروتيني ممكن أنه تقعد بالبيت وعادي، ما أثر عليها الوضع كتير كبير. هي بطبيعة الحياة دائما معجوقة، دوبة تلحق ما بين عملها إذا كانت موظفة وما بين بيتها وأسرتها وزوجها. أما الزوج فهون عم بيكون عنده كتير مشكلة وعم بيكون عنده ستريس كتير كبير، عم ينعكس على الزوجة وعلى الأطفال. لا، أنت كمان المشكلة هي ما أنا مشكلة امرأة أو أطفال، لا، هي مشكلة مجتمع كامل، وأنت الزوج كمان أو سواء أب أو أخ أو صديق كمان لازم تشارك بمسؤولية الحياة. لا تقعد كل الوقت بالبيت عم تتابع برامج التلفزيون وتشوف لوين وصلت تطورات فيروس كورونا، لا، خليك أنت متعاون مع عائلتك، خلي لسانك حلو مع أولادك، لا تحاول تشتتهم وتدمرهم بفترة معينة هن أحوج لإلك فيها. حتى زوجتك شو الغلط أنك أنت تكون إيدك بإيدها؟ يعني نحن هلأ مانا أنه رجل خلص لازم يقعد ويفرض السيطرة، لا،
لازم تكونوا متعاونين ومتحابين لحتى نحسن نحافظ على الأمان والاستقرار الأسري، لحتى بعد ما نتجاوز مرحلة الفيروس نحسن يكون عنا شيء إيجابي وجديد. نحن رح نكون بصحة جيدة بإذن الله، وبالمقابل رح تكون علاقاتنا الأسرية جيدة، رح يتابعوا أولادنا تعليمهم، رح تستمر الحياة، ما في شيء بيتوقف. وطبعا انا بتمنى الصحه والسلامه للجميع. اكيد يعني استاذه سلام، يمكن يعني حكيتي عن شيء هو حقيقه يعني لسان حال كثير من الناس والبيوت. هلا بنتمنى يا رب الكل يكون بصحه وسلامه وصحه نفسيه كمان قبل الجسديه، لانه هي اهم. بدنا نتشكر وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لك. بتشكركم وشكرا كثير على الاستضافه، وبتمنى الصحة والسلامة مثل ما حكيت لكل إنسان على وجه الأرض. نتشكرك أكيد الأختصاصية النفسية سلام قاسم على وجودك معنا، ومثل ما قلتي فعلا نتمنى السلامة والصحة العامة للجميع. شكرا كثير لك.